اهلا بيكم في الورشة الفنية. هنشرح طريقة توصيل الريموت مع مكنات السنتر. ادوات التوصيل: وحدة الريموت، وضفيرة الماكينات، مكنات السنتر، رأس مكروكي للتوصيل، وخواص تثبيت مكنات السنتر. ادي وحدة الريموت في المنتصف، وكل موتور او مكنة متثبتة في مكانها في ابواب السيارة بالترتيب: مكنة باب السائق، ومكنة خلف باب السائق، وباب امام يمين، وباب خلف يمين. وكل الاسلاك في ضفيرة الريموت بالترتيب في هذه الفيشة. اول سلك بيتوصل مع كتاوت فصل المحرك مع الريموت، وممكن نستخدمه مع وحدة رفع الزجاج، ده حسب الاستخدام. التاني لونه رمادي، بيتوصل مع مكنة باب فتح الشنطة. والأسلاك بالترتيب: الأزرق والأسود والأخضر والبني والأبيض. دول خمس خطوط بتوصله مع مكنة باب السائق، ومن خلالهم بيتم توزيع الإشارة على باقي مكنات الأبواب. طبعا الخط الأسود أرضي مشترك، أي أرضي بيتثبت معاه لكل الماكينات. والخطين اللي لونهم أزرق وأخضر، دول خطين مشتركين للأربع ماكينات في الأربع أبواب، وتنتقل إليهم الإشارة من خلال باب السائق. عند استخدام باب السائق تنتقل الإشارة إلى الخطين الأزرق والأخضر الموجودين في باب السائق، وأيضا في الباب الأمامي يمين، وفي الباب الخلفي يمين، وأيضا الباب الخلفي شمال. والخطين الأبيض والبني دول خطين سويتش فتح وغلق السنتر لوك. الخط الأحمر كهربا، بتوصل كهربا. والخط الوردي واصل مع السرينة. والخطين البنفسجي واصلين للإشارات شمال ويمين. بنوصل الكهربا، بعدين بنوصل الأرضي ونجمع معاه اي ارض موجود وبنثبتهم علشان ما يحصلش اي شورت واحنا بنختبر. كده خلصنا اختبار. نطبق اللي احنا قلنا عليه. اول خطوة للتشغيل الجهاز بعد توصيل الكهرباء والارضي، بنضغط على سويتش صغير موجود في الجنب داخل الجهاز لمدة ثواني، بنسمع صوت تكة، وبعدين بنضغط على الريموت فتح وغلق. نضغط على السويتش، ده الصوت اللي احنا منتظرينه. نضغط على الريموت فتح وغلق. نضغط على المفتاح التاني فتح غلق. كده الريموت تمام واشتغل فتح غلق فتح وغلق. نرجع نختبر الخطوط اللي اتكلمنا عليها. الخط الاول مع الريموت، اذا افترضنا انه واصل مع كتاوت فصل المحرك، الكهرباء بتبقى واصلة للكتاوت اثناء سير السيارة، بنضغط على الريموت، اشارة الكهرباء فصلت، تفصل معاها كتاوت مضخة البنزين، بكده السيارة تتوقف. من هنا بنسميه كتاوت فصل المحرك. الخط التاني لونه رمادي مع موتور الشنطة، بنضغط على سويتش ريموت الشنطة لمدة 3 ثواني، بيدينا إشارة فتح الشنطة. نضغط كده، الشنطة فتحت معانا. الخطين دول لسويتش فتح وغلق السنتر، وده الخط الأحمر واصل للكهرباء، والخط الوردي مع السرينة، والخطين البنفسجي مع الإشارات شمال ويمين. وقلنا الخط الأرضي مشترك للإشارات وخط أرضي السرينة. بنجمع كل الأراضي مع بعض وبنثبتهم. السرينة بيبقى ليها خطين، خط كهرباء وخط أرضي، ده خط السرينة. وبعدين بنجرب
ضغطة واحدة في حالة الغلق السرينة بتعمل مرة واحدة، وإضاءة للإشارات مرة واحدة. في حالة الفتح السرينة تعمل مرتين والإضاءة تعمل مرتين. نجرب. غلق، فتح، غلق، وهكذا مع كل غلق وفتح تعمل السرينة مع الإشارات إذا دوسنا غلق أو فتح. كل اللي قلناه بنطبقه من خلال الرسمة اللي موجودة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. بشكركم وإلى اللقاء.